مشاهدي الاو تي في، صباح الخير. حلقة جديدة من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة عضو لجنة التواصل الاستراتيجي في التيار الوطني الحر، بسام الترك. صباح الخير واهلا وسهلا صباح فيك. الخير. يعني اليوم احنا وياك رح نحكي بكل المواضيع السياسية المطروحة حاليا وحتى بشق الاقتصادي والمالي والى اخره. بس بالاول، بما انه يعني حضرتك بلجنة التواصل الاستراتيجي بالتيار الوطني الحر، هناك من يقول انه يمكن العدو الاول اليوم للتيار منه الخصوم السياسيين ومنه حتى الظرف الاقتصادي والسياسي وإلى آخره. العدو الأكبر هو اليأس يلي عم يتسلل بقوة، أو يمكن صار موجود بقوة حتى بأوساط العونيين والحالة العونية. يعني بنتلاقى كل يوم، بارحة مثلا أنا كنت بالبنك، في ضيوف حتى على الأو تي في من اللي كانوا متأثرين بالجو العوني بيعبروا إنه أنتوا وعدتوا وعدتوا وعدتوا، كيف ما بدنا نيأس إذا وصلنا لهون؟ كيف بتجاوبوا كلجنة وك يعني ناس بالطيارة عم بتفكروا بهالمواضيع؟ كيف ممكن تجاوبوا الناس لتقنعوهم؟ سؤال صعب صراحة، لأنه بس بدي بلش أقول إنه نحن كمان من الشعب. يعني لما الدولار ب 15,000 ب 15,000 علينا نحن كمان. العونية مش جايين من غير كوكب وكلهم بيقبضوا بالدولار وفريش، لا، نحن عايشين بهالبلد ونحن عم ننطال. ولكن برك الفرق بيننا وبين غيرنا شوي إنه نحن معودين إنه نكون بحالات صعبة. اليوم من بعد 13 تشرين 1990 كنا يأسنين كمان انه راح البلد، راح الجنرال، فات، صار في احتلال، بقينا عم نصمد وصمدنا. اليوم يلي بيخليك، انا بدي ادعي كل واحد عم بيأس انه البديل شو. اليوم كلنا بنعرف انه الحصار يلي صار علينا والحرب الكونية يلي صايرة على لبنان هي لسبب معين، هي حصار اقتصادي لغايات سياسية معينة. يفكروا شو هي الغايات السياسية والجيوسياسية اللي عم بيحكوا عنها، يلي بدهم يطلبوها من لبنان وخاصة من رئيس الجمهورية، ويشوفوا إذا بالنهاية نحن اليوم بكباش مين رح يقول آخ قبل التاني، ومربوطين بالخارج. إذا ما بدنا نيأس، تكملك بهالفكرة، في مشكلة اليوم بالطريقة اللي عم يشرح فيها التيار القضية إذا بدنا نسميها. يعني قبل كان واضح، حكيتنا عن 13 تشرين، معروف في احتلال، بدنا نشيل الاحتلال، قضية واضحة جدا. اليوم القضية مش واضحة، في نقاط متناثرة، نزوح ولجوء وثروات وإلى آخره، كل هالمواضيع، بس ما في مثل إنه واضح برأي الناس إنه نحن هون بدنا نوصل لهيدي النقطة، فهذا الموضوع بيستحق التضحية. ليك ما في تقصير، ما في نقص. ليك مش تقصير، لا، لأقول لك شغلة. اليوم التيار عم كلنا بنعرف إمكانياته، خاصة المالية. يعني رئيس تيار من جمعة كان على الاو تي في وقال نحن ميزانيتنا 3 مليار. احسبها اليوم على الدولار ب 13,000 او 15,000، واحد بيضحك يعني لتيار بيضم 40,000 منتسب. بس هي مشكلة مالية او مشكلة باللي بينحكى؟ يعني مش ما بدي اوصل لك، ما مشكلة في منابر كثيرة بيطلعوا عليها نواب ومسؤولية التيار، يمكن مش عم يعرفوا. بس اليوم شو عندك بوجهك؟ أو عم بيوصلوا، أنا الناس مش عم تفهم، جزء من الناس ما عم يفهموا. ليك هيدي من جزء إعادة النظر باستراتيجية التواصل مع الناس، أي سردية بدنا نستعمل، أي راشنال، أي إذا بدك فينا نقول أي لانجاج بدنا نحكي مع الناس، وأي ناراتيف بيقولوا له، أي استعمال الكلمات. وهلا بعطيك مثل بسيط كمان كيف بتتغير نظرة الناس ممكن يكون. بس كمان من ميلة تانية جاد، ما بدك تنكر انه في ناس منا مستعدة تسمع لك. يعني الناس رافضة تسمع لك من وراء تراكم هجوم منهجي وشيطني للتيار، لدرجة انه اليوم اذا بتقول احلى كلام منهم مستعدين يسمعوه، وما بياخدوه على محمل الجد، وبينتقدوا الشكل ما بينتقدوا المضمون، وبينتقدوا اللحية، بينتقدوا شو ما بدك. في كمان عامل سيكولوجي بدنا نحن كمان بالتيار نعرف نتخطي، ما منخبي. يعني انه اذا الناس مش عم، اذا عم بقول الحقيقه والناس مش عم تسمعني لما عم بقولها هيك، بركي لازم اقولها هيك او غير بالشكل بس مش بالمضمون. نحن بحياتنا ما غيرنا بالمضمون. برجع على سؤالك الاساسي، مش لازم يعني انا بس ارجع للمثل اللي حكيتك اياه. يعني امبارحه يعني انا الشغله صارت معي، كنت بالبنك، موظف البنك، انا بعرف انه هو يعني بالجو العوني بقى عم يحكي ويسالنا يعني اسئله والى اخره. قال لي انه حتى يعني بالمحل اللي هو بيشتغل فيه، مش عم هبط انا حيطان، لا لا لا، يعني عم نقول لك انا مثله بس عليه. مش حاطين راسنا بالارض كمان. قال لي بحكي كلمه بيهبوا علي 10، يمكن 8 9 منهم هن عونيه، بس انه زعلانين
بصير انا بدي اقنعهم هن انه لا وايه ونفوت بهي اذا القصه. بقدر جاوب لهالناس تفضل. بدي احاول، نعم. عم بحكي باسمي الشخصي هلا هون بهي الشقفه. اليوم لكل واحد بيقاس بقول له ممنوع نيأس، لانه اذا يئسنا واستسلمنا يلي موعودين فيه من وراء هالاستسلام، يلي مطلوب منا، مش موعودين، مطلوب منا، هو نبيع لبنان، نبيع هوية لبنان، نبيع شكل لبنان بتنوع الطائفة، نبيع ثروة لبنان مائية وغازية وأرض وأرضية يعني على اليابسة، ومطلوب منا نغير هوية لبنان من وراء الديموغرافيا. يعني على راس السطح صاروا عم بيقولوا بدنا نوطن 1.5 مليون سوري لاجئ سوري و400 ألف فلسطيني، وبدنا ناخذ هالقد من ارضكم وهالقد من مياتكم لحتى، وانتم ما لكم كلمه تقولوا فيها والا رح نضلنا خانقين. يعني بسام انه كل الناس اللي بيتعاطوا بالشان العام بلبنان موافقين على هاي الامور كلها والطيار وحده معارض؟ لا ما هيك بتعني؟ لا بالضبط، لانه هيدي مش ما فيها كل شويه تخوين هيك. لا 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 لا، لا لانه الكل مش موافقين، لانه الكل مش موافقين في الصراع القائم داخليا، لانه مرتبط بصراع خارجي وبصراع اقليمي. لا قصدي مثل ما عم بتصورها انه التيار رافض هاي الامور كلها والبقوي كلهم ماشيين. طيب لكن مثل ما هيك عم هي؟ ما رح اقول لك، رح اقلبها مثل ما انت عم بتقول. نحن التيار بركي مش عم نعرف نوضح فكرتنا. انا كل واحد بيقول لي لما بيقولوا لك يا اخي اقبلوا باللي بدهم بس خلصونا، شو معنى تقبلوا باللي بدهم؟ شو هو اللي بدهم اياه؟ هو هيدا بقى. انا اليوم اذا حدا من خصم سياسي عم بيقول لي انتم عم بتدافعوا عن المقاومه او انتم عم تعملوا رئيس ما عم بفك الارتباط مع حزب الله او التيار مش عم بفك الارتباط مع حزب الله، بدي اقول له طيب انت من ميلتك شو بدك؟ خليه هو يشبرح لي اياها، انا بدي اقلب عليه. هو يقول لي انا ما عندي مشكل انه يتوطنوا الفلسطينيه، ما عندي مشكل انه يتوطنوا السوريين، ما عندي مشكل نرسم الحدود مثل ما بدنا مثل ما بدهم، ما عندي مشكل انه ياخذوا مياتنا بالليطانه، وما عندي مشكل ياخذوا اراضي لبنانيه. وانا ساعتها انا بقول له اوكي اذا انت ما عندك مشكل، لكن انت قول هيدا مشروعي وانا هيك بدي لحتى ارجع اعيش بلبنان ويرجع الدولار لل 1005، لانه اذا صاروا هاو كلهم دولار رح يرجع لل 1005. بس هي بس مش هيك بتنطرح، يعني انا بدي الموضوع انا بدي اقلب الطرح. هي بتنطرح هلا عم اقول لك انا إيه، بس ما انا بدي اقلب الطرح يعني على الشخص. الناس المتاثرين بالجو العوني بيسالوا اسئله، اكيد ما بيسالوا اسئله وعندهم ثقه. انا عم بعطيهم الجواب، رئيس عون ما بيفرط بهيدي عم جرب اعطيهم الجواب. نعم، انه ما بيفرط بهيدي الامور الاساسيه، بس هن هلا تنفوت شوي بالعمله اكثر بموضوع الحكومه. لما يكون في من ميله تركيز اعلامي انه كل قصه الحكومه اليوم انه الوزير جبران باسيل بده يعمل رئيس جمهوريه، والرئيس عون عم يحفظ له حضور سياسي وتاثير سياسي من خلال تشكيله الحكومه، ومن هيك كل هالعرقله وكل هالقصص عم بتصير من ميل، عم تجاوبون كتيار انه الميثاقيه والدستور والكذا 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 والكذا. الناس وين شايفها رايحه اكثر؟ اوكي، الناس عم تسمع. انا ما عم بتبنى وحده من الثانيه، لا ما هو هيدا اللي بيضحك. بدي ارجع على اللي قلت لي بالاول. نعم. قلت لي الناس عم بيقولوا جبران باسيل باله يعمل رئيس جمهوريه. جزء من الناس كتير. عم يتاثروا جزء من الناس. اذا بتشوف استطلاعات الراي على طول اسمه موجود. نعم. طيب انا بدي اسالك سؤال، شخص عليه عقوبات امريكانيه يعني دوليه، ليكون المجتمع اللبناني بعده بحط اسمه وبعده طارحه كشخص جد لرئاسه الجمهوريه، ومش من زمان الامريكان شنكر بفتكر قال انه كمان جبران باله يعمل رئيس جمهورية، وهن الأمريكان ربطوها بقصة الحكومة. هذا يمكن أول بالحكومة. ما هو هيك بتجي القصة، التضليل هيك بيجي. طيب بس أنا أبعد من التضليل، بدي أعمل هيك بارانتيز صغيرة. معناتها الناس وحتى الأمريكان مقتنعين ضمنيا أنه هيدول العقوبات سياسية ومنا مبنية على ولا وثيقة ولا واقعة مزبوطة، لأنه لو عن جد في عليه عقوبات جدية ومبنية على وثائق ما كان من الأساس بينطرح اسمه. خلص محروق الزلمه مثل ما قالوا، بس ليكون بعده مطروح معناتها عن جد بينهم وبين بين نفسهم الناس والمجتمع اللبناني عارف انه ما في شيء على جبران باسيل، وانه هالعقوبات فارغه من جوا. بالنهايه اذا بتطلع شوي على شو اتهموا تلويث البحر، يعني هن كمان بحد ذاتهم ما عطوا لحالهم كريدي. ولكن اليوم في عندك اعلام موجه بياخدك لمحل. انا بخصوص بموضوع الحكومه عندي كتير اقوله، خاصه لما بيطلع
بين الفكرتين اللي قلت لك اياهم، يلي هن من ميلي بيقولوا لنا الحكومه ومن ميلي في ال لا من ميل التيار بيقول انه القصص مبدئيه، ميثاق ودستور ومعايير والى نعم. اخره، من ميلي بيقولوا الخصوم انه جبران باسيل والرئيس عون عم بي يعني يعمل كل هاي الامور كرمال يدعم موقف الوزير جبران باسيل. كثير منيح، هيدي مثل ايام وما الى السوري نحن بدنا يظهر، وهن وما يليه من انه الرئيس عون مش هو بيقرر ضروري ومؤقت مسيطر ضروري وشرعي ومؤقت، تتذكرها مقبيل نحن بدنا نظهر الجيش السوري من لبنان. ليك اليوم كل واحد رح يضل لك رح ياخذك وين ما بدك، نحن بعدنا عم نحكي بالاساس بالجوهر يلي هو سياده لبنان، استقلال لبنان، وحده لبنان. غيرنا عم بيروح بمشروع تاني، لانه في عليك حصار اقتصادي مفتعل، ممنوع تنفتح على غير بلاد وتجيب مساعدات من غير بلاد لأنه بتاكل عقوبات من نظام عالمي مصرفي أنت فايت فيه مكربش. أهين شيء أوصو باللي بيلهي الناس ويلي بيلقط براس الناس، مثلا منضلنا نعيد أنه رئيس الجمهورية بده الثلث المعطل، ولا قال بعدمة لسانه قال ما بده الثلث المعطل وبعدهم بيحكوا فيها. أنا بدي فوت فيها هيدا الموضوع، الحكومة بدي فوت فيه بالتفصيل. من الأول بيقولوا إنه هو عم بيطالب بالثلث، وهو قال ما بدي طالب بالثلث، بيرجع بيطلع الرئيس المكلف بيقول بده الثلث. طيب خلينا نفهم شغلة، بده جبران بهمه يأمن رئاسة لجبران باسيل. خليني بس تمام نقطع يعني الأفكار ونجاوب عليها كلها. يعني مظبوط هلا عم بيقول ما بدي الثلث، بس الورقه اللي ابرزها الرئيس الحريري القديمه يلي هي ما هي عمرها 100 سنه كان يعني كان يوم. فيها بالاول ثلث هلا الرئيس عم ما بيسميه ثلث، بيقول انه هيدا يعني الحجم التمثيلي، ما مين ما عنده ثلث بس هيدا حديث الناس هلا انه بيقولوا ما بدهم ثلث بس عاطين ورقه فيها الثلث. تك انت عم تطلع بالثلث، انا بدي اطلع بالنص زائد واحد، لانه اليوم خلينا نوضح للراي العام. نعم بدي يقول لنا على طول انتم الاكثريه، نحن مش الاكثريه، ودائما بقول لك نحن بالاكثريه بس مش الاكثريه. اليوم بدي افصلها شوي. اليوم في الموضوع الاقليمي بالاصطفافات الاقليميه، نحن باكثريه معينه بتشمل المردة، حركة أمل، حزب الله، القوم السوري وغير أحزاب فايتين معنا بهذا المحور بالعناوين الاستراتيجية، يعني الصراع العربي الإسرائيلي ويعني حلبة الإرهاب وهذه الأمور 100%. لما بتفوت على الشق الداخلي يلي هو محاربة الفساد يلي كانوا معنا هون، في منهم حركة أمل بينتقلوا لهون، المردة بينتقلوا لهون، فهمت كيف؟ تغير صار عندها حزب الله حسبه بالنص، رح نعتبره بالنص، لا واقف على الحياد بمحاربة الفساد، لا ضدنا ولا معنا، ولا معهم ولا ضدهم. منيح ما رح نحكم على شيء، أنا بيهمني هون مين صار فيه. إذا بدي ترجمها على الحكومة، إذا كانت من 18 مثل ما كان عم بيطرحها من 100 يوم دولة الرئيس المكلف. نعم. في عندك أربعة شيعة، أربعة سنة وواحد درزي. من الأربعة السنة، الأربعة للحريري، صاروا أربعة. عندك اثنين للرئيس بري، صاروا ستة. نيح صاروا ثلث من 18، زيد عليهم الدرزي وليد جنبلاط صاروا سبعة، صار عنده الثلث المعطل إذا بدك تسميه. هلا بعدين منفوت بتسمية معطل ومنشوف معطل لشو. زيد عليهم كمان المردة صاروا ثمانية، مزبوط؟ طيب طالب هو من الرئيس كان ثلاثة، إذا بتتذكر كان طالب ثلاثة بيعملوا 11. إذا الحكومة من 18 صار معه النص زائد 2، النص تبع 18 هو 9 وعنده 11، صار النص زائد 2، واذا عطى للرئيس وقبل مع الرئيس انه الحكومه تكون من 20 بعده عنده النص زائد 1. شو له معنى الثلث لما انت عندك النص زائد 1 بتمرق شو ما بدك، وفوق هيدا كله عندك جدول الاعمال بايد رئيس الحكومه. يعني قبل يعني قصدك عم يتهموا الرئيس والتيار بالثلث المعطل، وهن ضمنا يعني هيك انا ما بدي اسميه معطل، عم بمرقوا ضامن ثلث معين، ثلث زائد واحد ثلث، عم يتهموه هيك تهني يمرقوا اكثر من الثلث لالهم، يعني نصف المسيطر يلهيك بالثلث، تهمه الثلث لا يمرق النص المسيطر بحجه الثلث بياخذ النص المسيطر بس وفوق هيدا كله. بس هيدا النص يا بسام ممكن حدا يقول لك انه ما هو يعني من قوى مش منسجمه، يعني بس حسب لا الموضوع ممكن يتكون اي نص ما هيدا اللي بدي اوصل ليش لك. ليش عم تقولوا انه هن بدهم النص ما يعني ممكن حول موضوع معين التيار مع غيره كثير منيح، بس انا شو هي المواضيع اللي بتهمني هون بدي فوت على قصه الثلث المعطل. اوكي دوله الرئيس المكلف بيقول على طول رئيس الجمهوريه بده الثلث المعطل. أوكي. المعطل لشو؟
خلي الرئيس المكلف يقول لنا انا بدي مرق التدقيق الجنائي، بس الرئيس الجمهوريه عم بيقول لي ما بدي اياه. خليه يقول لنا انا بدي مرق قوانين الاصلاحيه بالبرلمان، لكن رئيس الجمهوريه ما بده اياه، عم بده يعطلها. خليه يقول لنا انه انا بدي مشي محكمه الجرائم الماليه، بس رئيس المجلس ورئيس الجمهوريه ما بدهم اياه. معطل لشو؟ ما بالعكس هلا هاو صاروا بمجلس نواب، بس الفكره اختلفنا انه اي موضوع لا لي يعطل يعني. اي موضوع، ما هي على راس المبادره الفرنسيه التدقيق الجنائي، اذا على راس الشروط ليجينا مساعدات من سادر ومن صندوق النقد الدولي التدقيق الجنائي. اليوم التدقيق الجنائي وينه؟ ما جاب سيرته رئيس المكلف، ما عم بيطلع يقول انا هيدا برنامجي بس رئيس الجمهوريه عم بده يعرقل لي اياه. ما اعطينا شو برنامجه. يعني نقل عن رئيس الجمهوريه انه الرئيس الحريري قال له انه نحن اذا بدنا نمشي بموضوع التدقيق الجنائي الرئيس بري ووليد جنبلاط ما بيعطوا الحكومه طيب. الثقه. لكن عشو بعدنا عم نضحك على الناس؟ نقلت بالصحف يعني. وعشو بعدنا عم نضحك على الناس؟ انا رح اروح بعد ابعد من هيك، كل العالم بتعرف القاصر والدانب يعني. بس انه بنفس الوقت هن جاوبوا وقتها انه بمجلس النواب اقروا رفع السريه المصرفيه لمده سنه. كثير منيح. هن المستقبل وال كثير، نحن كان بدنا اياها طالما ماشي التحقيق تضلها ماشي مرفوعه. نعم. رفضوها. صار قاطع 4 أشهر من السنه. وبعد مع كورونا وتسكير بيجيك 100 حجة باللبناني، رب مين لاقى حجة ليضيع وقت وتقطع السنة، وهيدا اللي عم يجربوا يعملوا. ما لك إلا تشوف المراسلات بين مصرف لبنان ووزارة المالية لتعرف أنه ما في نية، ما في نية، وهيدا اللي عم بيقاتل كرماله رئيس الجمهورية. لأنه يا شعب لبنان اسمعوا شغلة، إذا اليوم بدهم يوصلوا على عفى الله عن ما مضى، معناتها عم نكرس مبدأ دولة الفساد. يعني ما بعود بقى حدا عنده مصلحه يكون ادمي بيقول لك بفسد بسرق بنهب وبالاخر بنلاقي تسويه، لانه اذا ما لقينا تسويه بنركب حرب اهليه او منهدد بحرب اهليه. شو هالمثل يلي عم نعطيه، وشو هالافق هالطرح يلي عم نعطيه للاجيال القادمه لاولادنا ليبقوا بلبنان ولا ليفلوا؟ مين بيبقى بلبنان؟ شو بنصير مافيا ستيت مافيا بيبل؟ هلا في عنا مافيا ستيت، منصير مافيا نيشن، أمة مافيا، كلنا منصير مثل الغابة يعني؟ ماني فاهمين شو الطرح يلي عم بيبعتوا لنا اياه. رئيس المكلف عم يتحجج، كلنا بنعرف انه الحجة الأساسية والعرقلة الأساسية لتأليف الحكومة هي انه الرئيس المكلف بعد ما عنده ضوء أخضر من مرجعية السعودية. اوكي بس قبل هيدا تمام، بدي اروح بعد ببعد بموضوع إيه؟ الثلث والنص إيه؟ كمان الطرف الثاني رح يطلع ويقول هلا دغري اذا بتقول هالجمله بيجيك إيه؟ دغري اللي رح اقول لك اياها. وين عندنا النص زائد واحد؟ انه التيار الوطني الحر بدهم الثلث، لحتى لي مثلا اذا طرح اي تعديل بخطه الكهرباء يلي مش عم تتطبق انه لا بالقوه بدنا نضلنا على الخطه القديمه يلي صارت مكلفتنا كذا مليار وهي بتتحمل جزء كبير من العجز و و و هيدي وحده من الامور اللي الخصوم بيقولوها، صح او لا؟ بيقدروا يقولوا شو ما بدهم بالنهاية. شو بدي جاوبك؟ في خطة هني موافقين عليها 3 مرات صاروا، شو بقى بدهم يعدلوا؟ ما وافقوا عليها وقالوا انه اللي وقفها هو النكد السياسي وعدم التمويل وتوقيف التمويل. انصرف 600 مليون دولار ب 27 سنة على الكهرباء، والعجز مش العجز، العجز من وراء الدعم. انتبهوا، ما حدا بيقول لك في سرقة بالكهرباء، ما في سرقة. هيدي كلفة الدعم بالكهرباء بكلف بين المليار و200 مليون ومليار ونص دولار بالسنة، ضربهم ب 27 سنة بيطلعوا فوق 32-33 مليار صح دولار. بس انه عدم تنفيذ الخطة بس هيدا لا استمرار الدعم. المعمل بكلف نص مليار، ليه ما بنعمر معمل؟ هاي الفكرة يعني اللي عم بطلب منك جاوب عليها. المعمل بده بكلف نص مليار، لو دفعنا نص مليار قد ايه كنا وفرنا؟ بس ليه ما بدنا ندفع نص مليار؟ مين عم بيستفيد انه ما نعمر معمل؟ الشعب اللبناني صار يعرف. بس انا هيدا الجوهر الاساس بدي عم نحكي عن كنا من شوي باي طريقه عم بيحكي التيار. نعم. ما اسمه هدر، هيدا كلفه الدعم يلي نحن الشعب اللبناني انا وياك عم تدفعه الدوله على تثبيت سعر برميل البترول ب 22 او 24 دولار. الوركو معدل سعر البرميل من 27 سنه لليوم هو 60 دولار. عم بقول لك بالارقام بين المليار و200 مليون ومليار ونص بالسنه بكل يعني هدر، بس مش بالضروره يكون بيتحملوا ال بلا، لانه هيدا دعم التيار. انا مش عم بحملكم اياه، التيار يعني. لا انا عم بقول لك شو بقول الاخرين، هيدا اللي عم جرب وصله للناس انه التيار لا في كوميسيونات، لا جربوا كثير وما وصلوا لمحل، ولا في صفقات،
في دعم نحن الشعب اللبناني عم ندفع حقه من ضرائبنا، والدولة عم تدفع من ضرائبنا حق هالدعم، عم بكلف فوق 33 مليار، صار مكلف ب 27 سنة، وعندك الجباية اللي منا كافية، وعندك الخسارة الغير التقنية اللي بتروح فويت بالكابلات. هيدا كله لما كنت عم تقلي بأي طريقة بتتواصلوا مع الناس، ما من وقت ما نحن مثلا تيار بلشنا نقول دعم الكهرباء عم بكلف، غيرنا السردية تبعيتنا، صارت الناس في ناس يلي حابب يسمع، برجع بقولك يلي حابب يسمع صار عم يستوعب، يلي عن جد بده يكون منصف معنا ومع حاله، لأنه بالنهاية ما بيقدر يكذب على حاله ويتهمني بالسرقة إذا أنا مني ساري، بيكون عم بيضر حاله، لأن بالنهاية الحقيقة رح تبين، وبيكون هو بيفوت بالحيط، هو بيكون ضر حاله وغش حاله ونضر ونجر لغير محل. بقى اليوم يلي بده يقول لي التلت هون والتلت هونيك، أول تلت موجود برئيس الحكومة بشخصه، بيستقيل تستقيل الحكومة، حكومة مستقيلة. تاني تلت معطل، رح لك هون معطل، لما كتلة شو مين ما كانت تكون بتقدم شيء على مشروع على جدول ضياع جدول الأعمال، هو بيقدر وعنده الصلاحية ما يحطه على جدول الأعمال. هيدا شو بيكون بشخصه، ما انه عايز كمية وزراء، بشخصه. تالت شيء، وهو بدي يفوت بعد أبسط أكتر بتعمق أكتر بالحكومة، هاي الحكومة قال الرئيس المكلف أنه أنا طلعت عند رئيس الجمهورية ولا الشكل رح نحكي محضر اوريدي. هلا بس فرانتاز يعني بيقدر ما يحطوا على جدول الاعلام الاعمال، بس في طرق يعني، في رئيس الجمهوريه يطرحه من خارج جدول الاعمال والى اخره، بس بقى نحكي عن صلاحيات رئيس الحكومه. صح اللي عم تقول 100%. اليوم طلع رئيس الحكومه المكلف قال انا عرضت على رئيس الجمهوريه الصيغه من 100 يوم، من 100 يوم كان الحديث حكومه تكنوقراط أخصائيين مستقلين، مظبوط؟ يعني اللائحة يلي سعد الحريري مع لحفظ الألقاب ناطر أنه رئيس الجمهورية يقبل له إياها، من 100 يوم رفض له إياها، بس بين ال 100 يوم بين الرفض ونهار التنين صار قطع 100 يوم. لا، قطع شيء أهم من هيدا كله، يلي هو قطع خطاب السيد حسن نصر الله يلي نسف كل شكل الحكومة التكنوقراطية والمستقلين وقال بدنا إياها تكنو سياسية. وبفتكر ما بعرف إلا إذا أنا غلطان انه حزب الله لهم كلمتهم بشكل الحكومي بهالموضوع. اي شو يعني، شو المقصود؟ المقصود علما انه حزب الله فسروا كلمه السيد نصر الله انه هي من باب حث رئيس الحكومه انه مشي بهالصيغه، مشي مش بهالصيغه يعني، مشي باللي متفقين عليه هلا وزبط الامور، لانه بعدين رح تروح الامور لاصعب. يعني اذا ما مشيت هيدي صيغه الاختصاصيه ما نرجع للسياسه 100%. بتقدر تفوت لا بس انه اللي قلته بيوحي مثل كانه يعني اللي صار من رفض هو لانه السيد حسن نصر الله قال هيك. لا، ما صار رفض لانه قال هيك، طلع رئيس الحكومه المكلف بنفس الصيغه المرفوضه وصار في تطورات اساسيه. اول شيء كان في رفض يلي عمره 100 يوم، اوكي، وفي حديث السيد حسن. طيب هيدول عاملين اساسيين لحتى على القليل يعيد النظر بتشكيلته الرئيس المكلف. وفي كمان موقف وليد جنبلاط، وليد وصل لك، نعم، وموقف وليد جنبلاط اللي من جمعه اكثر كمان من عاش بركي من 10 ايام دعي على بتويتر قال الى الحياد، يعني الى التسويه. بقى هيدي الشغله اليوم يعني رئيس المكلف فكرة بوضوح، يعني قصده رئيس المكلف إنه معزول، إنه التمسك بالتشكيله القديمه من دون الاخذ بالاعتبار كل المعارف انها مرفوضه بتدل انه عارف انه مرفوضه ومصر انه ما يعمل حكومه هيك. انا هيدا اللي بدي اوصل له، لاقول لك ليش، لانه بعد ما عنده اوكي اخضر من اذا بدنا نسميها عرابه الاقليمي. اوكي، بس هو شو بيقول؟ هو بيقول انه انا قال 100 يوم برمت العالم وجربت شوف كل الدول لأمن مساعدات وحاطت خطط و و و و بنسمعك انه هو بيقولها كمان رئيس الحريري، بس انه رئيس الجمهورية ما بده في شيء حدا من كل اللي شايفه وزير بسيل وانه بدهم يحافظوا على هي نفس لانه هيني من عيده. ولكن من كل زياراته اللي عملها سمعت شيء رئيس دوله او ولي عهد دوله او رئيس وزراء دوله طلع وقال نحن اجتمعنا مع الرئيس المكلف ونحن مندعم جهوده لتأليف الحكومة ونحن من أي طرحه ومندعي الأفرقاء اللبنانيين يتفقوا، ولا طلع شيء
أول شيء ما عنده صفة رسمية يروح يفاوض باسم لبنان ولا ولا شيء. مثلا وقت هو وقت مكلف. اللي راح وقت اللي التقى بلافروف شو طلع، والبيانات الروسية، إيه البيان الروسي اللي طلع بعد لقاء وفد حزب الله بموسكو وفد حزب ندعم الله الحكومة برئاسة سعد الحريري، إيه كونه يعني رئيس مكلف، إيه يعني ما مش اختلفنا، ما هو أصلا دستوريا ما فيك لا عم تشيل تقول ما طلع التكليف. طلع إيه بس ما قالوا ندعم طرحه. اوكي هذا في فرق، في فرق، ما هيدا كل الفرق، هيدا اللي عم بحكي اليوم. ما حدا قال ندعم طرحه يلي هو انه عمله حكومه قصدك، بس حتى مش يعني التأويل، هو مش عم يبحث بطروحات قصدك، حتى تأويل هيك قصدك؟ هو ما بعرف شو عم بيطرح اصلا. انا بالنسبه لي ما عم بيطرح، اوكي عم بيعمل شيء تاني ما بعرف شو عم بيعمل، بس اكيد والحكومه كلنا بنعرف انه حلتها بلبنان، بس المشكله عنده يعني هو ما عم خارجية. يبرم ويجيب بيجيب مساعدات للبنان او يهيئ الجو الدولي او يرجع هن يعني التيار المستقبل والفريق المؤيد لرئيس حريري بيستعمل الخطاب انه يعيد وصل ما انقطع بين لبنان جاد والعالم. عم لا حكيت لك بالاول شغله عن حصار، هو عم بفك الحصار من خلال علاقاته. انت الحصار، ما انك شايف شيء من لا هذا لا الكلام؟ لك ليش؟ لانه الحصار معروف من وين جاي، والمصريات معروف من وين بدها تجي. ما في 25 ألف مصدر للاموال، اوكي في الاي ام اف يعني صندوق النقد الدولي، وفي صدر منيح، هيدول هو لا قال رئيس يمشوا. الحريري اي ام اف بعبدك، لا يا مف، لا يجوا المساعدات، بدها تدقيق جنائي وبدها كل وكابيتال الاصلاحات، كنترول، كابيتال كنترول، كل هالقوانين الاصلاحيه. كثير منيح. اليوم وين واقفه؟ واقفه ما عندك حكومه. ليش ما عندنا حكومه؟ لانه ممنوع حزب الله يشارك بالحكومه، هيك قالوا الامريكان، والسعوديين عم بيبدوا رايهم بوضوح بهالموضوع. لليوم نعرف عنه السعوديين عم بيقولوا نحن على مسافه واحده، يعني ما بدنا مين نقولهم شيء، ما قالوا مين السعوديين كثير منيح. لكن بكل خلينا وضوح، نقول، يعني خلينا نقول الامريكان ما بده، قالوا واو شبرحوها. الامريكان الامريكان شبرحوها وقالوها. كلنا بنعرف انه اليوم الرئيس المكلف بشكل الحكومه حزب الله موجود مقنعا، ما بينت بالارقام. هلا بدنا نفوت فيها بالشكل وبالاختصاص وبالاستقلاليه الاسامي اللي نحكي. مين الموجود حزب الله بالاسامي المطروحه موجود بالحكومه، ولما اوكي مع انه حزب الله بيقول مش نحن اعطينا الاسامي، ايه بس ولما بيقول تكنو سياسيه السيد حسن، يعني معناتها انا موجود ونص، لانه راح يكون عنده سياسيين هو بده ينقيهم، يا حزبيين يا قراب منه. وروح ابعد من هيك، بالورقه المنهجيه يلي بعتها رئيس الجمهوريه للرئيس المكلف يلي ما فيها اسماء، فيها بس التقسيمات، وهو قال له عبي مثل ما بدك لنتشاور نحن سوا. هن حاولوها انه ما بتقول له لرئيس المكلف يعبي، هو ما بيعبي. سوري بس انه مين بيشكل الحكومه؟ مش الرئيس المكلف، كيف بيشكلها؟ ما بده يؤيد اسامي؟ بعت له ورقه مثل ما انبعتت قبل بمرتين، هيك شكلوا الحكومه. عندك ورقه قلنا مين باي وزاره، وسمي لنا مين مسميه لهالشخص لنعرف مين مرجعيته. طلع لك الورقه اللي بعتها من 100 يوم. تعال نشوف الورقة اللي بعتها من 100 يوم شو هي بالشكل. حكومة أخصائيين، أول شيء بالشكل حاطط وزير خارجية مع وزير زراعة. إذا بتطلع وزير الخارجية مع وزير زراعة ما عنده اختصاص لا بالزراعة ولا ولا بالسلك الدبلوماسي ولا بالخارجية. هو عنده دارس إدارة أعمال. أنت قريت السفيات يعني تبعولهم لشوف؟ إيه شفته. أوكي. طلعنا. نعم. تنمية إدارية وسياحة. تنمية إدارية وسياحة سفير. طيب. لا عنده اختصاص بالسياحة. والتنمية الإدارية بدها حدا هون بدها شخص بإدارة الأعمال. مش سفير. هون بدك شخص بإدارة الأعمال لأنه بدك تمكمن الإدارة، بدك تحسنها، بدك تطورها. شخص عنده شركات بيعرف يطور شركات وعنده خبرة بهالموضوع. وزير الاتصالات مهندس كهرباء. وزير التربية حكيم طبيب. بس وزير وين الاختصاص؟ مهندس كهرباء يعني وين الاختصاص؟ شوي. وين الاختصاص؟ هلا وزير الداخلية قاضي. طيب بعد في وزير دفاع محامي. وزير وصل لك وزير دفاع محامي. هلا بتقلي وزارة الدفاع إدارية، وزارة إدارية منا تقنية، ما اختلفنا. ما أنا بدي وصلك لهون. بس وين بس وين الاختصاص؟ قاعد ندافع عنهم يعني. بس وين الاختصاص؟ في شيء يخرج عن الاختصاص. بس وين الاختصاص؟ نحن قلنا حطينا له عنوان اختصاص. خلينا نحكي بالشكل بعد. الشباب والرياضة مع الإعلام، البيئة مع الشؤون الاجتماعية،
تنمية إدارية مع السياحة، وزير خارجية مع الزراعة، أنا وين بدي أوصل لك؟ بدي أخذ وزير الخارجية مع الزراعة لأنه عن جد مثل فاضح. بركي لا تسويق الإنتاج الزراعي برا. ما نحن عم ليش بدها تكون نيتك عطلة هيك؟ على سبيل كثير منيح. نحن اليوم عم نقول إنه لبنان ليظهر من الجورة اللي هو فيها بدنا ننتقل من الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج. ركائز الاقتصاد المنتج غير الخدمات والسياحة هي الزراعة والصناعة. يعني قادمين على حكومة وزير زراعتها لازم يكون عم يشتغل 25 ساعة بالنهار مش 24. كيف بده يلحق على وزارتين بيناتهم وزارة أساسية مثل وزارة الخارجية وفوق وزارة الزراعة وهو بالنهاية مدير أعمال إدارة أعمال يعني بزنس أورينتد. طيب كيف؟ خلينا نحكي عن الاستقلالية. وزير الصحة رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومة، مين معينه بتفتكر؟ هيدا منصور البون أو جبران باسيل ولا تيار المستقبل؟ وزير ربيعة نرش، وزير الوزير الدرزي، وزير الخارجية، كل العالم شافت على السوشيال ميديا صوره مع بعشاء عائلة مع وليد جنبلاط. وهيدا الوزير الدرزي الوحيد يلي إذا بحكومة 18 يعني بفل بتفقد مسائيتها وبتروح الحكومة. اليوم ليك كنا عم نحكي عن التلت، إذا استقال وزير درزي لحاله بتطير الحكومة. هيدي ما بتسوى 6-7 وزراء؟ تلت ما بتسوى تلت؟ بدنا كمان نكون عادلين. ليك كلها نكت سياسي. بعد الطائف رئيس الجمهورية للأسف بدنا نقولها المسيحي عنده صلاحيتين بس منفردتين لإله. توقيع مرسوم تشكيل الحكومة واستقالة الحكومة وإبرام الاتفاقيات الدولية. عدا عن هيك ما عنده ولا صلاحية منفردا لحاله. المفاوضة بعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة 100%، وبتروح بعدين على مجلس النواب لحتى تتصدق. يعني حتى هو إذا اتفق على شيء ممكن هي أهم صلاحية، صلاحية توقيع مرسوم تشكيل. يعني بالنهاية عنده صلاحية ونص إذا بدك لحاله. هيدي بعد عم بيلاقي مجال رئيس المكلف يطلع يقول له تفضل انت ما بتألف انا بألف تفضل ومضي، مع انه في بالدستور واضحه والدساتير واضحه. وانا عندي باك جراوند شوي قانوني، اليوم بالدساتير وكان يقول لي يا استاذنا بفرنسا، وكان عندي استاذ مرجعيه بالقانون الدستوري بفرنسا. نعم. كان اسمه بونيفاس اذا حدا بده يعرف. لما المشرع بده يعطي صلاحية منفردة لمكون من السلطة الإجرائية أو التنفيذية بيذكرها بوضوح لا لبس فيها ولا مجال للتأويل ولا للاجتهاد، مثل الفقرة الثالثة من المادة 54 من الدستور يلي بتقول أنه يصدر رئيس الجمهورية 53 رئيس الجمهورية يصدر مرسوم تشكيل حكومة منفردا. حدا يدلني وين بالدستور بيجيبوا سيرة اسم بالأول الرئيس المكلف وبيعطوه صلاحيات لحاله، وين بيقولوا من ضمن هالصلاحيات انه له حق هو يألف منفردا الحكومة؟ ما في. لما بتشوف تاريخيا كيف كانت قبل الطائف، كان رئيس الجمهورية ينقي كل الوزراء ويسمي بيناتهم ويبين من بيناتهم ينقي وزير رئيس وزارة. من بعد الطائف قالوا له لا، من هلا ورايح النواب بينقوا رئيس الحكومة وهو وياك بتشكله، هو بيشكلها وانت وياه بتتفقوا على شكله وبتمضي معه. شو معناته؟ وبدي اقول ما قالوا له انت بتشكلها، اذا بده حدا بده يقول لي مش هو بيشكل، هو بيوقع او بيصدر. طيب ما انا عندي امضاء عليه ورئيس الجمهورية ماضي على احترام الدستور. طيب بدك اياه يمضي على حكومة بعهده يتحمل مسؤولية، يحملوه مسؤولية فشله وهو ما قاله كلمة يقولها فيها؟ المشرع أكيد مش هاي كانت نيته. طالما أنا عم بوقع يعني أنا إلي كلمتي بالحكومة. وطالما هلا إذا بدنا نحكي أكثر بسام على نية المشرع، يعني كمان شوي بمراجعة بسيطة لبعض الكتب عن هذيك المرحلة، في كتاب شهير قصتي مع الطائف للدكتور جورج سعادة. نعم. بالصفحة 165 في باراجراف مثل ما هو بيقول إنه مش لازم على رئيس الجمهورية إلا إنه ياخذ التلت، لأنه هيدا كان بالطائف متفق عليه كتعويض عن النقص بالصلاحيات.
موجودة يعني. جاد عم بيقول لكم اياها. لا مش جاد عم بيقول لكم اياها، موجودة الصفحة 156 165 اي ميلي موجودة معي، عمالة الشمال. عمالة الشمال نعم. طيب بدي كمل. مايا كنعان وزيرة العمل، عم نقول عن مستقلين شيعية، في حدا بوزارة العمل بيكون عم بيشتغل منه تابع لطرف سياسي؟ نفس الشيء لجهاد مرتضى، تنمية إدارية، كان سفير، حدا بالسلك الدبلوماسي أو بالسلك القضائي بيوصل لمحل معين إذا بالأساس منه تابع لمرجعية سياسية؟ طيب حسن مرتضى شيعي. يوسف خليل وزير المال، يلي هو عم نحكي كنا عن تلت معطل، ما هن خلقوا اجتهاد وهرطقة مش موجودة، ما بنمضي على شيء إذا مش قبلانين فيه. وزير المال هو مدير العمليات بمصرف لبنان وشيعي، تابع لمين؟ لميشيل عون مع حفظ الألقاب. ما بالشكل وبالمضمون وكيف مركبة، حتى الناس يلي ضدنا سياسيا عم ترفض هذه الحكومة بالشكل وبالمضمون. يعني عن جد فيها إهانة. بعدين الطريقة يلي وصلنا فيها من التخاطب الإعلامي من قصر بعبدة، عن جد يعني في شعب لبناني بعد بيحترم، بدنا نحترم ذكاء، وبدنا نحترم، بدنا نحترم حالنا، وفي هيبة وفي رهجة للمواقع، وفي احترام للمواقع وللكل. ما بيصير يعني. نعم بيصير. بس خليني انا بعثت لك هلا تليفونك مش معك الصوره تبع النص من كتاب دكتور نور سعاده. ايه بدي بس رح اقرا منه سطرين بلكي تنعلق عليهم يعني، لانه هو بالصفحه 165 مزبوط كتاب قصتي مع الطائف دكتور جورج سعاده بيقول: من المعلوم أن الحكومة لا يمكن أن تشكل إلا بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية وصلاحيته في هذا المجال مطلقة. لقد رفضنا في مناقشات اجتماعات الطائف أي نص يحد من صلاحيته هذه، رافضين كل الاقتراحات التي كانت تنص على إعطائه مهلة محددة لقبول التشكيلة التي يرفعها إليه رئيس مجلس الوزراء أو اللجوء إلى مرجعية معينة لبث الموضوع كالمجلس النيابي. الأهم من هنا على رئيس الجمهورية أن لا يوافق يعني أبداً على أي تشكيلة حكومية إذا لم يكن مطمئنا إلى أعضائها، أو على الأقل إلى أكثر من ثلث الأعضاء، ليؤمن إلى جانبه ما تعرفنا في الطائف على تسميته بالثلث المعطل الذي له أكثر من تأثير في مجريات الأمور داخل مجلس الوزراء. وبيشرح يعني الأمور. ما بقى ناطرين. دكتور عم بيحكيك يعني دكتور سعادة الله يرحمه من قلب الطائف، من صناع الطائف. وما بقى ما يعني فينا بس فينا نقول للرئيس حسين الحسيني أنه بيقدر يحتفظ بمحاضر الطائف يلي على فكره اللي عم يحتفظ فيها ما بيقدمها. لا يعني انا السؤال بدي اسالك، هي ملك الشعب اللبناني. ليش التيار معتبر انه ما انا مسبب موجوده ما عم بقول لك وفوق الدكه. بس انا ما قلت لك تهمه، انا قلت لك عم بيغض، عم بيزت رماد، عم بيلهيك بالتلت لياخذ النص زائد واحد، وما رح نعطيه النص زائد واحد. والشعب اللبناني باكمله حتى اللي ضدنا بالسياسه ما رح يقبلوا، بنهم محزبين ما رح يقبلوا يعطوا النص زائد واحد، ومش قبلانين، ومش قبلانين الصيغة اللي طلعت هلأ من صحفيين معنا وضدنا، طلعوا وناس حتى منهم معنا بالسياسة، ما بدي استعمل كلمات كبيرة، بس عم بيهزقوا بالمستوى تبع بالشكل، بعدين بالاختصاص عم بيضحكوا علينا، وبالاستقلالية عم بيضحكوا علينا بعد أكتر، يعني انه ما خلقنا مبارح وكلهم نقيين وزراءون، إلا لما بتجي للطرف المسيحي لا أنت ما بتنقي وأنا بنقي من عندك. طيب. وأنت بتاخد شقة ولا شقة تاني. ما قبيل كل هيدا النقاط يلي ممكن كتار يقولوا لكم معكم حق فيها 100%، بس هاي ما قبيل دولار 15 و20 و30 ألف، كل هيدا ما لها معنى. مشهورنا هالحكومة كيف ما كان، سلموا طيب. كل شيء للحريري أو لغير الحريري، بس خلصونا من هالجورة اللي وقعتونا فيها أنتو بهالثلاث سنين. نحن ما وقعنا ثلاث نقاط لازم تجاوبني عليهم، عد لي اياهم لحتى ايد لك اياهم، وقعناهم بالجوره بين كل النقاط الدستوريه ايه؟ والمسائيه اللي حكيت فيها منيح. والاختصاص والى اخره، بين هاي كلها ممكن حدا يقول لك معكم حق فيهم كلهم. اوكي خلينا اول نقطه، بين هاي وبين دولار 15000، ما بدي دولار 15000 وسلموا الحريري هذه كلها تنخلص. طيب اول شيء اذا سلمنا الحريري الدولار رح ينزل على 15000؟ ما حدا يعني بيعرف. لما يطلع اذا نزل ل 8000، بين 8000 وال 15، يعني انه شو رح تفرق؟ الفقير افتقر، بلا كابيتال كنترول مصرياتي رح تضلها محجوزه بالبنك، بلا التدقيق الجنائي بحياتي مش حاعرف مين فاسد ومين سرقني ومين ما سرقني. يعني اذا سلم الحرير اللي بده رح يوقف التدقيق الجنائي، هو مسؤوليه الفشل ساعتها. يا حبيبي ما بدي حمله مسؤوليه الفشل، لانه الفشل بينهي لبنان وبينهيني.
انا شو بدي، انا بدي اكل عنب، ما بدي مرك عليه انه هو فشل، انا بدي اجبر انه تنجح خطه انقاذيه للبلد، انا بدي انقذ البلد، ما بيهمني فشله، مثل ما هن بيهمهم يفشلوا خطه الكهرباء بس ما بيهمهم تمشي الكهرباء، بيهمهم يفشلوا العهد. اليوم سعد الحريري مقضى وقت برات لبنان من فتره تكليفه لليوم اكثر مما مقضى بلبنان، هي شو بتدل؟ ما عنده جديه بالتعاطي بالمواضيع. بعدين يلي بيطلع هيك بهمه اكثر، لانه كلنا بنعرف انه المشكله مع حزب الله مش مع بوجود حزب الله بالحكومه، بس شو بيناسبه؟ بقوس على الضعيف، بقوس على الادمي، بقوس اللي ما راح يبعت شارع ضدي منيح، وبقوس اللي اعلاميا انا اقوى منه لان معي مصاري اكثر منه وبقدر جيش واشتري اعلام قد ما بدي. شو القصه هون؟ بلوم رئيس الجمهورية بأسوأ الأحوال بكون عم فشل العهد، بهمه يفشل العهد أكثر ما بهمه ينقذ لبنان. ما واضحة صارت. إذا ما بقدر أعمل شغلة السبب الحقيقي بغطيه وبقوس على رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية بقدر أقوس عليه، وقد ما أقوس عليه وضره وضر العهد قد ما أنا بكون. طيب ليه هيدي ثاني نقطة؟ إنه هي استكمال ثاني نقطة بس بتكمل الأولى. طيب ليه رئيس الجمهورية والتيار طيب ما بيتراجع خطوة لورا، يحطوا الحريري بالواجهة وخليه هو يتحمل المسؤولية؟ يعني في كتير ناس بيحملوكم كتيار مسؤولية بعد الثورة مباشرة، بس في كتير ناس كمان إنه أنتوا حطيتوا حالكم بالواجهة فتلقيتوا السهام كلها بوقت كانت الثورة ضد حكومة رئيسها سعد الحريري. نحن ما حطينا يعني كان لازم الناس مش نحن ما حطينا حدا بالواجهة، حالكم عم بحكي، ما حطينا حالنا بالواجهة، نحن وضعنا بالواجهة لأنه في تضليل للرأي العام، مسؤوليات من بعض الطائف منوطة برئيس بمجلس الوزراء مجتمعا، ومن بعد يلي انعمل من مجالس وإدارات وصناديق يلي مربوطة دغري بأمضى رئيس الحكومة منفرد. رئيس الحكومة هو اللي حاكم لبنان مش رئيس الجمهورية. مين عمر لبنان، رفيق الحريري ولا الياس الهراوي؟ خلينا إذا رئيس الجمهورية اللي عمر لبنان هو المسؤول، يعني الياس الهراوي والله يرحمه هو المسؤول عن ازدهار لبنان، هو المسؤول عن كل الحقب الذهبية اللي كان فيها. على ثالث نقطة كمان بظل جو هيدا السلبي، بظل الجو السلبي يلي تضليل جاد لمقابل التيار، انه كمان يعني ردونا على مرحلة الرئيس رفيق الحريري، على مرحلة الاحتلال السوري، على كل شيء قبل 2016 احسن. كمان هاي نقطة بدها جواب. الجواب كثير سهل، الشعب اللبناني بده ياخذ بس تطلع بالشارع بس. سام انت يعني بعد طلت من الناس ما بيسالوك غير هول الاسئله، هول اللي بدهم جواب مش النظري. من بعد 2005 وخروج الجيش السوري من لبنان، من كل مكونات الشعب اللبناني مين اللي غير ممثلينه بالبرلمان؟ يتذكروا مين اللي غير ممثلينه بالبرلمان؟ كثير منيح. لكن الشعب اللبناني الشعب اللبناني اول شخص مسؤول، اول فئه مسؤوله مين بتوصل على الحكم؟ شو يعني قصدك انه المسيحيين غيروا ممثلينهم كلهم تقريبا؟ يلي كانوا بينما الطوائف الاخرى بقيوا على ذات يلي كانوا يدفعوا مصاري ليعملوا وزراء ونواب ومدراء عامين ويطلعوا على عنجر، ما راح نستعمل كلمات كبيره شو كانوا يعملوا. هاو كلهم هلا بدك اياهم هن يزبطوا البلد؟ لحظه بس هي فكره مهمه تحتاج نشرحها اكثر. يعني في شغله انه ايه بعد 2005 المكون المسيحي غير ممثلينه، نعم، يعني كنا مش ضروري يكونوا صاروا كلهم طيار، يعني لا 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 يعني قوات اليوم عندهم 15 بينما المكون السني والشيعي والدرزي ما غيروا مكوناتهم، وبكره عندك فصار يعني المكون المسيحي الجديد يلي فات على الحياة بده السياسي بده يتعاون بده مع محله. لا اول شيء مجبور يتعاون. اول شيء مجبور يتعاون، دائما بقولنا صار في تسويه، ما صار في تسويه، صار في تكوين سلطه مع يلي افرزته الانتخابات النيابيه. انا اليوم بيقولوا ميشيل ليش جيتوا على السلطه اذا بتعرفوا انه ما عندكم صلاحيات؟ شو هالحكي هيدا؟ انا جيت على السلطه اول شيء بقوتي الشعبيه والانتخابات افرزتني، وجيت على السلطه لحاول غير، واذا بصطدم بمنظومه عمرها 30 سنه معششه، هيدي هي الدوله العميقه معششه بالسلطه الاساسيه. بس عم بيقولوا انه يعني الرئيس ميشيل عون كان لازم انه من اول الطريق خلص يسكر ما يتعاون مع حدا، انا معارضه وضدكم كلكم يعني كلكم، هو يقول لهم هيك من 2005 ما يحكي مع حدا، يكون دعم شعب كبير. هو اصلا من بعد 2005 راحوا كلهم ضده وتكون الحلف الرباعي وعمل انتخابات منفرد وفرض حاله على قانون غازي كنعان. وهيدي هون بدي اتوجه لكل اللي مثلا مواطنون ومواطنات في دوله نظريات قد ما بدك، اعطونا السلطه يا اخي، ليه بدنا نعطيك السلطه؟
نحن اخذناها للسلطه، نحن ما حدا اعطينا اياها. نحن كانوا بدهم يعطونا ست نواب بال 2005. رحنا على قانون غازي كنعان الاكثر وفرضنا حالنا، ومن بعدها تطورنا وفتنا بالحياه السياسيه اللبنانيه، بس ما فتنا باللعبه اللبنانيه. نحن فتنا بالسياسه اللبنانيه، بس ما فتنا باللعبه اللبنانيه، في فرق. ما فتنا بالكومبينات، ما فتنا بالصفقات، ما فتنا بالفساد. بالعكس، الناس اللي تحلفنا معهم على طريق من 2005 لليوم، في ناس كانوا معنا ومنهم بقى معنا. ليه منهم بقى معنا؟ لأن ما حملوا سقفنا. نحن ما ساومنا على مبادئنا لمحاربة الفساد، بعدنا لليوم نضاف. ولما عنا حدا منا معصيين يكون عنا، ممكن يكون عنا ناس فاسدين، ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا إذا في حدا فاسد بيروح قدام القضاء، ما بنحميه، ما بنطلع على التلفزيون بنقول بدنا نحميه. هذا الفرق بيننا وبين غيرنا. منا أنضف ناس، بس لما في حدا مجوي عنا ما بنغطيه. هذا الفرق. هن بيغطوا بعضهم، هن بيغطوا بعضهم، هيدا كل الفرق. مع مين بقول لك؟ كيف بدي اعمل رئيس جمهوريه وبتخانق مع كل المكون الشيعي والسني؟ كيف بدي اعمل لحكومه؟ هو متفقين معهم وعم نتفق معهم وعم نعمل تسويه سياسيه معهم، واخذت 9 أشهر اول حكومه لتتالف. بس ليك اليوم هون جوهر الموضوع، يعني يمكن هيدا هون في نقص بالاضاءه عليه وشرحه، انه المشكله هون انه في ناس عم بتقول نحن بدنا نغير ونصلح قبل العهد وبعد العهد، عم تتجاوب من قبل القوى السياسيه الخصمه انه انتم عم تتعاونوا مع فاسدين. يمكن ما بعرف، لازم تشرحوا لهم اكثر. هيدا حربنا، مش عم نقول ان كل البقوي فاسدين، بس عم نقول انه في قوى سياسيه اللي الناس بتعتبرها فاسده، بس انه في بمحل معين طوائف انتخبتها. كيف تتجاوزها؟ هي اولا، والثانيا رح يقولوا لك طب انت كمان فاسد، طب انا كيف عم بحاربهم؟ صح، هذا الشق الثاني. انا كيف عم بحاربهم؟ شو عم حط له الفرد براسه؟ ما عم بقوصه، ما في حرب اهليه، ما عندنا سلاح. عم بيقولوا عم نحاربهم بالفساد بالملفات. حطيت تفاحه جديده بعلبه مهريه، بتبلش تفاحه جديده تحترم، مش العكس. وهذا اللي صار مع الطيار. مش ظابطه. كيف مش ظابطه؟ لا مش ظابطه، لانه هون ما عندك تفاحه وحده. نحن منا مكون واحد، نحن مكونين من، نحن 40,000 و270,000 صوت تفضيلي نحن بالانتخابات. نحن منا تفاحه وحده، نحن 270,000 تفاحه. اذا اهترت وحده بكبها بيبقى لي 269,999. بقى معلش، نحن عم نحاربهم بالقضاء. بالقضاء، خلي حدا يفتح علينا بالقضاء، مش حكي على التلفزيونات وزت اتهامات. ما في أهين من زت الاتهامات. بملف الكهرباء زتوا قد ما بدك زتوا. لما وصلوا قدام القضاء بينوا ان ما في شيء. واليوم عم نقول لهم هيدول كلهم راحوا دعم. ما في سرقة بالكهرباء، ما في كوميسيونات بالكهرباء، عنا على راس السطح، عنا أنظف وزراء بالكهرباء. هيدا الملف يلي دايما بيقوصوا علينا فيه. أنظف وزراء من سيزار أبي خليل لتابوريان لندى البستاني، مين بعد إجا؟ لجبران باسيل أولهم. أنظف وزراء، واللي عنده ورقة يقدمها على القضاء، وإلا سوري على الكلمة يسد تمه، يسكر تمه. ما بقى فينا نحمل، بيأدي بقى عهر، يروحوا على القضاء. بس في مشكلة هون بهالموضوع، مش بموضوع الطاقة، في مشكلة إنه دائما الملفات يلي توليها الطيار ووزراء الطيار هي يلي بمحور نقاش طبيعي ما تروحها على الساحة. طب أنتوا كطيار، لأنه عن جد بس أنا بدي أسألك سؤال، ليه أنتوا كطيار ما بتنقلوا المعركة على ساحة الآخرين؟ ليه اليوم بالبلد كل النهار طاقة وكهرباء، طاقة وكهرباء؟ ليه ما حدا عم يحكي بالمالية؟ ليه ما حدا عم يحكي بالصحة؟ ليه ما حدا عم يحكي؟ أنا ما راح أحكي هيك، أنا راح أقول شيء تاني. اول شيء فاتحينهم بالقضاء، ما فيك تقول ما عم نحكي بالقضاء. لا مش عم بحكي، لا نحن عم نحكي عن الفساد بالمالية. في 27 مليار دولار كميه الارتيكلات، كميه التعليقات على السوشيال ميديا يلي بموضوع الكهرباء اكثر بكثير من الملف الثاني. لانه صار في هجمه ممنهجه مدفوع حقها مئات ملايين الدولارات لهالشيء. مش هينه، منا وليدته اليوم، من شيطنة التيار والكاركتر اساسينيشن يلي تعرض للتيار بتتعلم بالجامعات، فيها فن، وانصرف عليها مئات ملايين الدولارات وانقالت. يعني لما بيقولك فند ريزنج، شو هو الفند ريزنج؟ ما قالوها بعد مثل سين، ودفعوا لنا مصاري لنسقط مشروع. شو سقطوه؟ بس شو كانت ادواتهم؟ إعلامية
اعلانيه شراء اصوات وبالمصاري بتعمل الكامبانيا اللي بدك اياها، بتخلق السوشيال ميديا بتغذيها، بتفوت براس الناس اللي بدك. بس بالمقابل فوتوا براس الناس انه رئيس الجمهورية هرب بالبيجاما، لوك ليك السخيفه، او جبران بيسيل عنده طياره، يعني اللي بيصدقهم سخيف. ما حدا بس ما حدا بيتقدر الصوره كلها. بسام، يعني انا اصلا بدي اقول شغله هلا انا وياك للمشاهدين، ما حدا يقعد يكتب لي هلا على الفيسبوك ويبعث لي واتسابات انه انا هلا صرت انا شغلتي بالحوار انه اسال هذه الاسئله. بليز حشرني، انا بتمنى مش عم بحشرك، انا عم بسال اسئله. ايه يعني والا شيطان لابعد والا حدود. والا كنا بنستضيفك، اهلا وسهلا، بنعطيك الهوا ساعه ونص بتعمل مؤتمر صحفي. لا بليز، بدنا ناخذ ونعطي. اكيد مش لك عم اقول، لانه هلا بشوف بلش يجيني شويه واتسابات وامور يعني من بعض الاصدقاء. بس كان بدي اقول لك انه في نقطة أساسية كمان لازم نحكي عنها بس بعد الفاصل، يلي هي الأوفر بروميسينج، يلي هي البعض بيقولوا انه ليش وعدتوا هالقد؟ يعني مثلا على الأو تي في من كم يوم كان في الموزع الموسيقي جان ماري رياشي، بجزء من حديث أنا ما سمعت الحديث كامل، بس بيقول انه أنا يعني كنت مؤيد للجنرال عون بس هلا أصبت بإحباط معين أو إلى آخره، السبب انه كل الرؤساء الباقيين ما كان فارق معنا، انه هن ما بيقعدوا بشيء وما عندهم مشروع، بينما ميشيل عون كان هو الامل، وصلنا لهون. هاي نقطه كمان التيار مطالب انه يجاوب عليها. بدي جاوبك على اللي قلت لي، قلت لي ليه ما بتهجموا عليهم بالباقي، رح اقول لك يلا هلا بعد الفاصل. بعد معنا الفاصل بدي اكملها هالفكره. نعم مشاهدينا فاصل وبنرجع لحوار اليوم مع بسام الترك. عودة إلى حلقة حوار اليوم مع ضيفنا عضو لجنة التواصل الاستراتيجي بالتيار الوطني الحر بسام الترك. نرجع للحوار نحن وياك، في عنا نقطتين كنا بدنا نحكي فيهم. أول نقطة، كيف ليه ما بنهجم على الباقيين؟ ليش ما عم تنقلوا المعركة السياسية والإعلامية إلى الساحات الأخرى؟ يعني تنرجع نذكر المشاهدين كنا عم نحكي أنه دايما موضوع الطاقة والكهرباء هو محور نقاش مع أو ضد السوشيال ميديا وإلى آخره. طب ليه المواضيع الأخرى مثلا التونال، هلأ تذكرت موضوع شكة والتونال والكذا، ما بعرف تزبط أو ما تزبط، نقل زمان ما رحت لهونيك، بس أنه مثلا إكزامبل مثلا من هالأمثلة عم بيقولوا لي ما تزبط. طب ليه الموضوع ما حدا بيحكي فيه؟ لا وزارة المالية قطع الحساب، هلا بنحكي مرة وبنسكت. لا 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 لك ليش؟ أول شيء لأنه نحن بالتيار عندنا خصلة عاطلة، نعتبر إنه الشغل بيحكي عن حاله. نعم. وإنه الحقيقة بالآخر رح تبين. صراحة نحن هيك نقول خلص، ما بالآخر بتبين، بس لبين ما توصل للآخر بتكون أنت شلت شوي من لحمك. بالآخر بيقول باللحم الحي، شلت شوي من إذا بدك من الجلد اللي علي أو من الريش اللي علي. لأقول لك نحن شو عم نعمل، ليه قيمة القيامة كلها علينا؟ نحن ناقلين المعركة على 7000 جبهة، مش جبهة واحدة، على كل الجبهات. ليه كلهم ضدنا اليوم؟ لأنه كله مفتوح بالقضاء ضدهم، كله مفتوح بالقضاء، وكله وقفت السرقات ووقفت السرقة على راس السطح والبلوتيكات والكومبينات، وقفوا، ما بقى في يا عالم. بدي قلنا ما عم في نسمع، في ناس رح يقولوا عني سائل هلا، بس بدي اقول لك عن هذه النقطه، هيدا اللي عم تقوله، في اجوبه بتجي، بس خليني اكمل دايما، خليني اكمل حواليه جنبلاط. ايه بس بالسياسه شوي تترحرح الامور، بس يطلع ابو عبده، بس يلتقي مع الوزير بسيط، اوكي مش انه بتنسوه، بس انه بطلوا تحكوا عنه. ليه هلا لما طلع مع المستقبل نفس الشيء، طلع عند رئيس الجمهوريه، وقفت الدعوه ل 17 موظف بوزاره المهجرين، ما وقفت، لا ما وقفت، هي دعوه بالقضاء، بس انه ما بيعود هذا الموضوع انه يعني موضوع الساعه وكل عم يتيار كل حياته فيه. التيار منفتح للكل، مع مين بدك تعمر هالبلد؟ مع مين بدك تبني هالبلد؟ يعني قصدك كمان هون ما هو المكونات هون موجودين، قصه الازدواجيه، ما في ازدواجيه، انا ماشي بمشروع اكس بيمثل ناس مجبور تحكي معه، وإذا كان في ملفات عليه مجبور تفتحها، كيف بدك تعمل توازن بين الاثنين؟ سؤال، مين راح عند الثاني؟ جبران باسيل راح عند وليد جنبلاط ولا وليد جنبلاط طلع عند رئيس الجمهورية؟ مين فاتحين عليه بس طلع؟ هيدا السؤال اللي هلا سألتني إياه، اللي بينسأل للمجتمع للشارع الدرزي، طب ما فاتح علينا ونحن كارهينه وما منطيقون وجنسنا هي قديمة، جنس عاطل، شو طالع تعمل عنده؟ بتقوس عليه بعدين على أساس نحن مع الحريري صرت الى التسويه، لا بدي يقولوا له يا لا صار في تغير سياسي، شو بدي امبارح تكتل قبلوا بالمثل، وشو راح يجاوبون؟ انه بالنهايه في وطن ما بدنا اياه يهر، في مسؤوليه هدول قد ما يكونوا بالسلطه بالنهايه بدهم يحكوا مع بعضهم، لهول اللي نحن انتخبناه هون، هول اللي الدروز نقوا
اكبر كتله لوليد جملاط، الشيعه نقوا للثنائي الشيعي، السنه نقوا سعد الحريري. بس هل هيدا بيعني بد مجبورين محكومين يحكموا مع بعض؟ اذا الشيعه انا ما قصدي طرف واحد، اكزامبل حيلا طرف، اذا دروز نقوا وليد جملاط، اذا وليد جملاط او عليه ملفات ما بوقف الملفات، او في اسئله في حول ملفات بتوقفوها لانه لا هو انتخبوه دروز؟ ما بدنا واقفه. شو بتعملوا؟ كامل في مصلحه شعب بدها تمشي، بس ما بتوقف. ليه قلت لك في ناس ما كملوا يعني معنا؟ يعني بتتعاونوا معه كمكون درزي ممثل لطائفه اساسيه ما ليه قلت لك في حلفاء ما بيكملوا معنا؟ بس موضوع الفساد لوحده. ليه ما ليه قلت لك في حلفاء ما بيكملوا معنا؟ لان خلص نحن ما تحطينا راسنا بشغله بدنا نكمل فيها للاخر، ما مبدئيين نحن. مبدئيين شو ما يطلع بالاعلام. وقال له اياها لشاب رئيس جبران باسيل من جمعتين ب 14 شهر، قال له بتطلع فيهم كلهم وبترفع راسك انك تيار وطني حر، لانه نحن اواديم، واذا ما عندنا اواديم ما بنحميهم. نحن بنفتح على الكل، ما بنوقف بالفساد. بس هلا الصوره اللي طالعه بسام انه الدكتور جعجع هو صاحب المبدا، تتذكر البانويات على الطريق، وهلا الصوره ايه للقوات هن عم ببينوا مزبوط بحسب وجهه نظرهم تجاه الراي العام، انه نحن المبدئيين وغيرنا التسويين. مبدئيين بشو مبدئي؟ كان ماشي بالقانون الارثوذكسي وقف، بشو مبدئي؟ ها ما بدنا نحكي كثير عن القوات، مش هيدا حديث اليوم. لا بس أنا هيدا اساسيه، انه هن بيقولوا نحن المبدئيين والبقوي كلهم مبدئيين كانوا بالثوره. شار جبور سوري على الكلمه نشر على الصبيه وهي ثوره، اجوا بالقوه بدهم يقشطون ثورتهم للعالم، وعيشوا كذبتهم وصدقوا كذبتهم انه نحن الثوره، وبعد شوي طلعوا كليبات انه نحن مبلشين من قبلكم، واهلا وسهلا للي بينضم لنا، صاروا يربحوا العالم جميله. مش عم بحكي عن التيار، عم بحكي عن القوات مع المجتمع الغير محزب. نعم سرقوا لهم، طلعت وحده من بوجهه قالت له كلكم، قال لمينكم انتم؟ ما عيشوا كذبتهم صدقوها. هو مبدئيين؟ عشو مبدئيين؟ لو مبدئيين بيقول لها حطي ايدك بايدي تعي لاقنعك. هيدا الفرق بيننا وبينهم، هيدا الفرق بيننا وين القوات. لقول لك وين، لو واحد عوني محل شارل جبور بتعرف شو كان قال له؟ كان قال له شو بدكم؟ بدكم تسحبوا مصاري من المصاريف؟ وبدك توقفي العالم يلي معه نفوذ وعنده واسطه يحول مصاري لبرا؟ في عندك قانون الكابيتال كنترول، نحن مقدمينه. تيار، بدك تعرفي مين سرقك؟ في التدقيق الجنائي، نحن راس حرب، الباقيين كلهم عم يتخبوا وراء اصبعهم وماشيين انه يا لطيف بالشكل معه بس ضمنا ضده، كلهم. مشاكلهم حلولهم نحن عملناها قوانين ونحن اللي مقدمينها على البرلمان. قانون الاسراء غير المشروع نحن مقدمينه. قانون انشاء الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد نحن عاملينه مقدمينه وقروا هدول. قانون حمايه كاشفي الفساد، هذا القانون اللي وقتها رده رئيس الجمهوريه لتشديده اكثر. مزبوط، قانون حمايه كاشفي الفساد نحن مقدمينه واقر. رفع السريه المصرفيه عن موظفين الدوله نحن مقدمينه وأقر. التدقيق الجنائي نحن بعد عنا، على الطريق. امبارح الأموال المنهوبة حكيت عنه؟ هلا واصل استعادة الأموال المحولة والمنهوبة، صار باللجان المشتركة، يعني صار على آخر وعندي معلومات إنه بس عدل شوي يعني بس بصيغته رح يكون مبدئيا مقبول. كشف حسابات وأملاك الموظفين بالدولة نحن مقدمينه. الكابيتال كنترول نحن مقدمينه. المحكمة الخاصة بالجرائم المالية بدي أحدد شو ليك محمس، لأنه عن جد لازم الناس تفهم انه معنا حق ونحن قوية مش ضعاف. هن قدام القضاء، هن الموس على رقبتهم، هن عم بيهددوا بحرب أهلية. اذا نحن منلك يلي عم بيقلنا بليز لكوا اقبلوا بشو ما كان، بس ما بدنا دولار ب 15. اوعى تنوهموا، كنا 30 سنة عايشين ب 1500 دولار ومبسوطين، بس كنا عايشين كذبة ووهم. بالاخر وعينا المصيبة هالقدة. اليوم ما بقى ممنوع نرجع يرجعونا على الكوما، ممنوع يرجعوا نرجع نساوم باستقلالية لبنان وباستقلالية أرضه وبوحدته وبكرامته. خلص بيأدي ومجبورين نعيش سوا على رقبتنا. وأنا برفض تدويل بمعنى أنه نروح على مؤتمر دولي بده يقعدوا قدامنا ناس يعرفوا، هن بيعرفوا مصلحتنا أكثر مما نحن بنعرف مصلحتنا. على رقبتنا جاد لازم نقعد سوا، سني درزي شيعي مسيحي، كلنا مجبورين نقعد ومثل الكبار نلاقي صيغة نعيش سوا. ما في مخرج. شوف بس على سبيل النكتة، في البعض بيقولوا انه مجرد يقعدوا اللبنانيين بين بعض هيدا تدويل، لانه كل طرف لبناني عنده ما هيدا اللي بوجهك يعني عن جد. جزء واحد العالم قرفاني، وين رايحين؟
استقلالية القضاء عرفت. هلا عرفنا بنقطة نقل المعركة. نقل المعركة اخي كملنا هاي فيها نقل المعركة. نحن بال فاتحين عليهم بالقضاء للثورة قلت لي ازدواجية، وانه انا عم بيقولوا انه هن عن القوات. لو كان شخص من التيار بوجه للبنت كان قال لها هيك بركي هي ما اقتنعت، بس في كثير ناس وراها من يما او من بيتبنوا طرحها موضوعيين اكثر، لانه مين ما اجى وحتى اللي عم يطرح حكومه مستقله اليوم مع شو اسمه مع صلاحيات استثنائيه. اول شيء معلش نوقف مثل منفذ وهدول، اول شيء التكليف ما بينشال دستوريا من سعد الحريري، مجبور يعمل حكومه لحديث ما نخترع شيء او يلاقي مجلس النواب فتوى. طيب شو رح يلاقوا حلول غير الكابيتال كنترول واستعاده الاموال ورفع الحصانات وكشف السريه المصرفيه؟ رح يخترعوا قوانين جايبينها من غير كوكب يعني؟ ما هي هاي المواد يلي بكره رح يطرحوها الناس، مطروحه موجوده. سوري ما بدي افقسكم، بس التيار قدمها لتواخذونا. بيكرهونا اكثر مما بيحبوا حالهم وبيحبوا لبنان. لاي متى بدهم ينكوا بعضهم وينكوا حالهم؟ في حقيقه يا حا هون الثوره قوانين، وهن بيقولوا الثوره بدها تقطع بالمؤسسات. المؤسسه الاساسيه التشريعيه هي مجلس النواب، هون بيت القصيد، وهون التيار الوطني الحر بيلاقي الراي العام اللي نزل على الشارع لما كان يقول له مطالبك مطالبه. رحنا ابعد، اول النيه في مطالب عنا اياها من 2013، المحكمه الخاصه بالجرائم الماليه. صح، من 2013 يلي قضاتها ما بيتعينوا من السلطه. كنا على الاو تي في عم نمرق الجنرال وقتها اعلن الرئيس عون بال 2013 انه رح نقدم هذا الامر. وفي ناس ما بيعرفوا جاد انه هيدي المحكمه القضاه تبعولها بيتعينوا، ما بيتعينوا من السلطه السياسيه، ينتخبوا من الجسم القضائي، ويعني عندها استقلاليه عن الجسم السياسي، عن الطقم السياسي، وفوق الدكة أحكامها مبرمة من 2013. هون بدي أفتح بارانتيز صغيرة، أنا بلاقي أنه إذا في قانون بيعطي صلاحية لرئيس مجلس نواب أو رئيس مجلس وزراء يترك بالجرور أو ما يحط على جدول أعمال قانون أو طرح أو خطة مقدمتها، حيلا كتلة حيلا كتلة ما له حق ما يقدمه، لأنه هاي الكتلة عم بتقدم هالمشروع باسم الشعب اللبناني أو اسم من الشعب اللبناني يلي انتخبه، بس هو نايب عن الأمة، يعني باسم الشعب اللبناني عم يتقدم. يروح على الجلسة يتصوت يا يسقط يا يمشي، بس ممنوع يبقى شيء بالجوارير. هاي إرادة الشعب اللبناني مأخوذة رهينة، ما لهم حق. في عنا تعديلات الله لازم، بس هو لانه كل شيء في له مثل طرق يعني. يا اخي اذا قدم معجل مكرر يطرح على الهيئه العامه بصوته اول شيء على صفه المعجل، اذا لا مش معجل بيروح على اللجان، وباللجان يعني والحقك انك قبضاي مقبره القوانين. ما هيدا اللي بدنا نقوله، اذا ما في نيه بس كمان بس في البعض بيقولوا شو ما تعمل قوانين، مش بس قصه قوانين. اوكي اقر القانون وما طبق، بعدين اول شيء في قوانين قديمه 54 يمكن عددها ما تطبقت، بدها مراسيم تطبيقيه. ليه؟ مش لانه بدها مراسيم تطبيقيه، لانه اختلفوا عليها بالمجلس، لانه حالوا الخلاف على مراسيم تطبيقيه، لانه ما في اراده، لانه هيدي كلها شو بيمنع انه يقرروا شكليا ويعملوا بطولات بالاعلام؟ مش عم بحكي عن اللي صار امبارح، مش لانه ما خلونا يا جاد، هيدا مش لانه ما خلونا، لان ما بدهم. نحن كتيار واجباتنا كحزب سياسي نقدم خطه، وهيدي قصة يلي بدي افت لك اياها على الشق الثاني اللي شو عم تعملوا مع الطرف الثاني. هيدي الخطه نحن بنقدمها على مجلس الوزراء، شغلتنا انه نقرها وندفش ونعمل لوبينج لتنقر. عم تنقر، عم بتروح على مجلس النواب، عم بيتصوت عليها، عم تمرق. نحن كحزب القوانين والخطط يعني 100% مثلا خطه الكهرباء اقرت اول مره اي متى؟ بفتكر ب 2023 حزيران 2010 اذا مش غلطان، بال 2010 بحزيران 2010 من 11 سنه، بس نعمل لها ابديت مرتين وبموافقه الكل، كان بموافق وكلهم موافقين عليها بس ما تطبقت يعني. يعني ما هي معناتها ما بدهم، مش ما خلونا. انا كحزب انا مني كل السلطه، مش هيك انا كمان برجع على الفكره، انا بقول لك نحن بالسلطه بس نحن مش السلطه. هون الجواب كمان الثقيل، انه ليش ما استقلتوا وقتها؟ ممنوع نستقيل لانه ما عم بيطبق. ليك ليه ما بتتركوا وزاره الطاقه لغيركم وهو يتحمل المسؤوليه 100%؟ هيدا لانه لاقول لك ليش، لانه مش المبدا، المشكله مش بالخطه، المشكله انه نحن مقدمينها، ولانه في مصالح. شيلني من وزاره الكهرباء اوكي الطاقه واعطيهم اياها، ما رح تمشي، ورح روح على وزاره التنميه الاداريه يلي ولا بحياته حدا قدم خطه لها، رح نقدم خطه رح يعرقلوها،
شو بقضي عم نط من وزاره لوزاره عم حط خطه وهن بيعرقلوها يعني بالاخر بتقول لي ليه يعني؟ طالما ما بدهم يمرقوا لك اياها اترك لهم اياها وهن ياخذوها هن يمرقوها ما راح يمرقوها لانه الاساس مش تمرق الخطه الاساس هو عرقوا للتيار الوطني الحر وهيدي هي ترانزيشن لفكره التيار الوطني الحر ليش هون السبب اللي لازم نشرحه اكثر لانه فايت على سلطه فاسده بده يغيرها هي اوفر بروميسد وعدنا غيرها ما في سبب ثاني يمكن ما انت تخيل من شوية على سبب 2005 هيدا هو يعني ما هي 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 او هيدا عم تضخمه انتم بس عم بوصل على لا عم بوصل لا على يعني استهداف التيار الوطني الحر اللي بتحكوا عنه كتيار هو لانه في موضوع الفساد ولانه في موضوع التمثيل المسيحي بالدوله يعني اثنين سوا اذا عم بتطلع انا من كل عقلي انه الناس خلص صارت تعرفها مش هيك ما عم بقولها بس ايه هيدي هي لا الناس ما بتعرفها استفراد التيار وكسر التيار الناس حتى حتى القوات مهم يكسر التيار شو هل شو انطوان زهرة مع حفظ الالقاب عم بيفسر الدستور شهادته مزوره من 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 من, من جامعه برومانيا بياخذوا الاتصال على التليفون بياخذوا في اثباتها عليها محطوطه على ويكيبيديا حطينا اكوردنج تو ويكيبيديا مش اكوردنج تو مي اكوردنج تو لا طبعا نتهم الزلمه ما عندنا اثبات بقى معلش عم بيفسروا الدستور صاروا انتخابات نيابيه مبكره ليش اول شيء انتخابات نيابيه مبكره ومن بعدها انتخابات رئاسيه تقصير ولايه المجلس رئيس الجمهوريه اول شيء الاولى بدك تربحها بالاول بدك تربحها ما فيك تقول من هلا انا ربحانه اثنين النعله يلي انت متكل يصوتوا لك انه بيصوتوا لك وليد جنبلاط قطش له اياها على التلفزيون الجديد مع جورج صليبي قطش له اياها للاخر من الاول ثلاثه دستوريا ما فيك تقصر ولايه رئيس الجمهوريه يا عم يضحكوا على العالم يا عن جد مفكرين العالم جديد في وحده من اثنين ما في ثالثه اذا في وحده ثالثه تخريبيه لا غيات شخصيه محض مبنيه على هواجس وعلى عقد استقاله رئيس الجمهوريه هذا مش مطروح مش لانه شو بعد في يعني سنه وشهرين سنه وثلاث اشهر مش هاي الفكره انه تاريخيا بتاريخ لبنان بعز الحرب بعز الازمات هاي الموضوع لا يطرح يعني ما عم بقدر هد ما عم بحكي برواق بس الموضوع انه هلا يعني اول شيء بدك تجاوبني على قصه الاوفر بروميسينج يعني ايه؟ الوعود وخبرتك قصه جون ماري رياشي هيدي ايه؟ اول نقطه وثاني نقطه بنختم فيها موضوع الانتخابات النيابيه يعني هن بيحكوا بمبكره هلا مبكره مش مبكره اي انتخابات جديده بدها تجهي في موضوع القانون تفضل اوفر بروميسينج ايه وي اوفر بروميسد اعتراف خطير هيدا لا منه خطير لانه اوفر بروميسينج بمعنى انه وعدت امور مش قابله للتحقيق لا شو لكان وعدنا بامور كثيره ما مش كلها تحققت ولكن يلي تحقق اكبر لانه ما بتتحقق كل شيء ما بيتحقق بست سنين في قصص بدها اكثر ولكن اليوم اذا بتطلع على المشهد العام اليوم حطيت اسس لتفضح الفاسدين حطيت أسس لتحاكم الفاسدين حطيت أسس لتبني دولة قانون بين استقلالية القضاء وكل القوانين الباقية اللي هلأ قلت لك بين من ما أقر منها واللي جاي على الطريق عم تبني دولة قانون ما كان عندنا دولة قانون كان عندنا قوانين وعندنا دولة ميليشيات هي مسيطرة ما في أهين من أنه يجي كان رئيس ميشيل عون ويمشي معهم بكل شيء ويقولوا لجبران ما تعتل هام انت جاي من بعدي بزنس از يوجوال مثل ما كنا متفقين مع بعض الرؤساء السابقين بنضلنا مكملين وماشي الحال وبتضلك على معادلة لواء جميل السيد لكم فسادكم ولكم سلاحكم ولنا فسادنا لا ما صار هيك قلبنا كل الطاولات عم نزرع وبكره ببين ميشيل عون رؤيوي لما قال لهم بالتسعين لما كان عم بيقول لهم ياه بالتسعين وصلوا له بعد 15 سنة ان شاء الله يصدقوا بس هيدا الانسان صراحة زرع دولة القانون غيره رح يقطفها ونحن لازم نقطفها وان شاء الله اولادنا بيقطفوها ان شاء الله على عيشتنا نحن بنقطفها وانا بتمنى وانا واثق انه على عيشتنا نقطفها ولكن 30 سنة ما بيروحوا بست سنين لانه مش نحن ما خلونا هن ما بدهم بدك في 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 شيء قدامك اليوم مدعي عام هذا شيء جديد يعني لا يا خيي اذا بدك اذا لقيتها منيحه خيي تعال اقول لك شغله مدعي عام
بيبعت ورا شخص للاستجواب بقضية خاصة بالأموال وبشراء الدولار وبسعر الصرف، بيرفع على هالمواطن، بيرفع دعوى على المدعي العام بالقدح والذم، ومدعي عام التمييز بيبعت ورا المدعي العام لحتى يقول له تعال نستمع لإلك. هذا مش بروسيجر قضائي، مسار قضائي. شو ساعتها كل ما لكن كل ما كل ما القضاء بيرفع دعوى على حدا، او ما في دعوى هون حتى، كانت استدعاء للاستجواب كشاهد بعد ما في دعوى، تعال بدنا نحكي معك خبرنا شو بتعرف، بيرفع دعوى على مدعي عام بالقدح والذم. ساعتها كل قاضي بيرفع دعوى على مواطن بيرفع عليه دعوى بقدح والذم، وين صرنا؟ اي دولة قانون بدنا نبني؟ بعد معنا دقيقتين تنحكي بس عن الانتخابات النيابية، في شيء بعد بدك تقوله؟ لانه خلينا ما يأسوا، نحن قوية وكل الشعب اللبناني نحن قوية، الاسس عم تنبنى والاسس متينة. هيدي قصة كيف تعرف بس لنقطفها بعد ما اجى الموسم تبع القطف، تتعرف اذا الشعب يأس او ما يأس. في يوما ما بده يصير في انتخابات نيابية، يفترض انه بموعدها بعد سنة وشوي. شو برأيك رح يكون التوجه؟ أول شيء بالقانون وبالنتيجة. بالقانون ما بقى عندك بعد عم يحسبوا النتيجة من هلأ، يعني أنه خلص هيدي الانتخابات هي الموعد يلي محطوط كرمال نقول أنه التيار الوطني الحر انتهى. أنا كتيار وطني الحر ناطر الانتخابات، رح ألدغ، رح تطلع فاكر الناس على أحر من الجمر. أوكي، لقلك أول شيء يلي عم بيطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة من حزب الكتائب للقوات، يا ريت طلبوا بانتخابات فرعية قبل لما كان بوقتها لازم تصير. قد ايه لهم مستقلين العشر نواب؟ 7-8 شهور من شهر اب، من شهر اب. ليه ما طلبوا بانتخابات نيابية فرعية؟ هلا في حجة الكورونا، هيدي الكل اللي عم يستعملوها انه مش هيك ما صارت. لكن خلينا نقوله ان شاء الله، ما بعرف هاي بتذكرنا وقت الانتخابات الفرعية بجزين اذا مش غلطان، يلي انعمل وقتها فرعية مع البلدية. مزبوط. يلي ربح فيها النائب السابق امل ابو زيد. مزبوط. قديش بقيوا مؤخرينها؟ طيب بس هون عندك 10 نواب، مش عم اقول هيديك صح، عم اقول هيديك غلط. هون عندك 10 نواب لازم يصيروا بموعدهم اثنين، هون عندك 10 نواب وعم بيطالبوا ليك بعدهم عم بيطالبوا القوات بانتخابات نيابية مبكرة من بعد طلعتهم على بكركي، ولا خفت صوتهم شوي؟ لا يمكن عم بيقولوا انه يعني واضح انه المطلب مش ما بقى عم يعني عم بيقولوا انه هيدا حل مبدئي بس هيئته عمليا ما يعني ما في غير يعني يعني عدلوا لاقولها ما خرج ما يعني. فيهم واحد اذا وليد جملاط ما بده المستقبل ما بده، وبدي بس اقول لرأي العام لانه كمان فؤاد السنيورة قال استقاله نواب المستقبل مش مطروحه. ايه وحتى لو مطروحه انتخابات فرعيه. نعم. يعني اليوم قبل انتخابات النيابيه بموعدها لو استقال 100 نايب بينعمل انتخابات ل 100 نايب مش ل 128. هاي بالدستور بس بالسياسة استقالة عدد كبير من النواب خلص يعني يعتبر المجلس كأنه مش موجود بقى. طيب ليك بالتسعين جديدة هاي بالسياسة عم بحكي. ايه بس بالتسعين شو صار؟ صار العكس، في 12% من الشعب اللبناني صوت اعترفوا فيه، ما كان عنده ما كان عنده بس النواب ما استقالوا، هذه غير. ايه بس بيقدروا يبقوا ربحوا ب 30 و40 صوت بس صاروا نواب. كتير منيح يلي متكل على الانتخابات النيابية ينطر. نحن كتيار وحياتك مرتاحين، مرتاحين لأنه مقتنعين أنه في شعب وفي رأي عام واعي، واعي أنه يلي عم بيقدمه. ليك كنت أقول لك نحن عندنا مشكلة بالتيار ما بنحكي بس نفعل ومنتكل أنه الناس رح تشوف، نحن عم نفعل وعم نفرجي. طب أنا هلأ أنا بلجنة التواصل استراتيجي عم نشتغل أنه نفرجي وعم نجرب نشوف بأي طريقة بدنا نحكي مع الناس اللي ما عم تسمع لنا لتصير تسمع لنا. في ناس عم تسمع لنا، في جمهورنا عم يسمع لنا ولازم يسمع لنا لي هو يسمع وهو يشد برغيه ويضله صامد. 1800 بطاقة 2000 بطاقة جديدة بالتيار. أوكي 2000 بس بطاقة جديدة لا هيدي سمبتوماتيك يعني هيدي رمزية لما عاملينك بستعملها دايما الكلمة. نحن من 17 تشرين بينياتا لأي ما بيعرف هيدي اللي بيخبطوا يمين شمال عم بيخبطوا فينا يمين شمال ونحن عم بتزيد بطاقاتنا. شو يعني؟ يعني لما بتبني حراك أو ثورة أو حملة على الكذب، الكذب حبله قصير فيك تبنيه على شهر شهرين بس مش على سنة ونص وتضلك عم بتكذب. بالنهاية لما أنت تدميري رفضي كذاب حقود ما عم تعرض بديل، الناس رح تقول لك طيب اوكي بسام
جاد بسام ما بيسوى. بتقول له اوكي بسام ما بيسوى، يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين. بتقول له يا خيي اوكي صرت اكرهه لبسام أكثر منك، بس قل لي ليه لازم أحبك لإلك؟ خلص هو شلناه من المعادلة، بس قل لي ليه أنت بدي أحبك؟ شو بدك تعرض علي؟ هو ما بيقدر. إذا ميشيل عون مع كل يلي عنده ما مش ما قدر، مع هالقد عم تاخذ معه وقت ليصلح البلد، غيره مش حيصلحه بأقل بلد بأقل وقت، مش حيصلحه بأقل وقت. وأكيد إذا ما إجا رئيس عنده كتلة نيابية أكبر من حجم الكتلة النيابية اللي كانت منبثقة من آخر انتخابات، يعني أكثر من 29 نايب، ما حيقدر يعمل يلي عمله ميشيل عون. قد ما الناس بنعتبره قليل، بس أنا بعرف شو عم بينعمل، وهو كتير كتير، لأنه كله ما عم بينحكى فيه بالإعلام، كله ماشي. كل ما بيطلع صوتهم معناتها في شيء نكز بس منه مبين بالإعلام، كل ما بيقوصوا معناتها اندقروا بمحل بس ما عم بينحكى بالإعلام. نعم، للحديث صلة مثل ما قال سيد نصر الله، بس نحن حديثنا بيكون بالمواضيع اليوم بالمواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية. بقول شغلة واحدة، ما ييأسوا حتى اللي منن معنا، ما ييأسوا ما يفلوا من لبنان، لأنه المشروع البديل لاستبدال الشعب موجود. يلي بده يفل إذا عنده بيت أو شقفة أرض رح تروح، رح يصير حس حاله جاي على بلد غريب. ما يفل، واجباتنا هيدا بلدنا، لو شو ما صار واجباتنا نتركه. شكرا لك بس نبقى في عضو لجنة التواصل الاستراتيجي بالتيار الوطني الحر. مشاهدينا هم نوصل لختام حلقتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.